وصفة اليوم أسميها الكبسة المجنونة، ممكن تسويها بالدجاج، أنا حسويها اليوم باللحم. المقادير مرة سهلة، هنحتاج بصل، فلفل حار طبعا عشان بس نكهة، معجون طماطم، ثوم، وبهارات أبو صالح، ولحمة أو الدجاج. في قدر على النار حسخن الزيت وأضيف البصل، حترك البصل يذبل تماما، حضيف الفلفل الحار وحضيف الثوم، حطيله كذا قلبتين شوية، ما أبغى يتغير عشان لا يعطي مرارة في الأكل. الحين حضيف معجون الطماطم وأقلبها مرة كويس، لما تطبخي الصلصة كويس تروح منها طعم الحموضة، شايفين كيف؟ قلقليها كذا مظبوط. في هالمرحلة حضيف قطع اللحم، أو ممكن نفس الفكرة تضيفي دجاج. حقلب اللحمة مع الصلصة تاخذ اللون الحلو هذا، يعني نقول لكم كبسة مجنونة مرة طعمة ومرة سهلة، ما فيها أشياء كثير. هي فكرتها كيف تقلقلي اللحمة مع الصلصة، والحين نضيف البهارات، وهذه بهارات أبو صالح مناسبة للوصفات العربية والشرقية والكبسات، ما هي طبيعية بس حنضيفها. ممكن تضيفي كمان إذا أنت حابة مرق، مكعبات مرق الدجاج. وهذه بهارات أبو صالح مناسبة للوصفات العربية والشرقية والكبسات، ما هي طبيعية بس حنضيفها. ممكن تضيفي كمان إذا أنت حابة مرق مكعبات مرق الدجاج. وحنضيف كمية الموية ونضغط القدر لما تستوي اللحمة، ونشوف كيف حنكمل باقي الخطوات. حطيت الرز بعد ما استوت اللحمة وضغطتها كمان 15 دقيقة، وحبدأ أشيل الصفير. وهذه كبستنا المجنونة، بسم الله صارت جاهزة. أنا حطيت جزر وبصل محمر مع وقت طبخ الرز.